تقدر تحلف؟ كفو. سمي وليد. سمي. ابو رايد انت يا طول عمر السلام انا ملاحظ عليك شيء عتاب وانا بقوله قدام الناس. عتاب علي؟ اي والله عتاب عليك ولا سويتها لا مره ولا ثانيه ولا ثالثه. سم. انت يا طول عمر السلام تسفه رجال. اسفه رجال؟ اي والله. لا حول ولا قوه. والله انك سفهتني اكثر من مره. انا سفهتك انت؟ اي والله واني سكت واقولها لك في مجلس الرجال قدام الرجال الحاضرين كلهم. انت انسان سفهتني. ولا مره ولا ثنتين ولا ثلاث. ايش تبغاني اقول لك؟ الـ 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 والله العذر والسموحه، اكيد انه سقط سهوه. انت اعتذر قدام البث ولا طلعنا برا البث سفهت الرجال صح؟ نعم. ولا انت عندك الناس مقامات وطبقيات؟ لا لا. اذا انت عندك الطبقيات فانا استاذن والله من مجلس. لا لا بالعكس، لا بالعكس. والله اني اتكلم وانا صادق. طيب داري قول لا اله الا الله. عليه الصلاه والسلام. قول لا اله الا الله. لا والله يا ابو رايد انا اعزك واقدرك واعز فقرتك، لكن حركه السفهات والله لو ما شمت رجالي موجوده هنا والله ما تكفي في مجلسك دقيقه واحده. يشهد الله. ليه وش الموقف اللي حصل؟ يا رجال يسفه رجال ما يعدنا شيء ليش؟ خلوه يتكلم. متى؟ هو يعني. خلاص صل على انت تعرف الموقف اللي برا اللي صار؟ اي وش الموقف؟ تعرف الموقف اللي صار؟ اللي وش؟ حقك علي اذا في موقف والله انها يسفه من اول تكوى لا نفس لا يا وليد وليد انا طالب يا ابو رايد انا طالب انا طالب طلب انا اعتذر من رجال انا اعتذر من رجال موجودين انا والله ما احضر الفقره لا 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 والله ما احضر والله انت والله ما احضر من الشيطان يا اخوان قلنا يا اخوان لا تطلب طلبه انا بدرجوك انا بدرجوك انا ما اقدر عندك ولا لان ما اقدر يا اخويا ولا قال انا ما اقدر عندك تك كم انا ما اقدر اضرب خلاص خلاص يا اخوان خلوا على راحه قدك على الراس وليد العلم وصلك يا ابو رايد جلوسك 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 يهمني والله البرنامج ده اطلاقا ولا حد قدر يرفع ضغطي اطلاقا انا وسيع صدر يا ابو رايد وسيع صدر لكن انا تعمدت اني اقول لك الكلام هذا في البث عشان تعرف يا اخوي مقبول رايك على العلم والراس انا اعطيتك جاهي يدي مصابه يا رجال الله يرفع قدرك ابشر خلاص خلوا وابشر بالحق وما يحق مره انت طبعا اجلسوا يا اخوان اجلسوا اجلسوا يا اخوان الله يبين وجهك ومرحبا بك والله ومسهلا يا وليد طبعا ما ادري ايش يقصد هو اذا انا ما ادري ايش تقصد يا اخوي وليد لكن الامور طيبه ان شاء الله ودائما الانسان الامور دائما يصير فيه سوء فهم انا والله ما سوء فهم انا ما ادري ايش تقصد بالضبط متى استقصاد متى استقصاد ما بيني وبينك طبقيه عندك انا ما ادري ايش قصدك فيها العذر والسموح يمكنك فهمتني غلط العذر والسموح تقبل عذري اقبل عذرك طبعا يا اخوان عنوان هذه الفقره عنوان اي نعم عنوان هذه يا ابو رايد حكيتني على وجهي خلي يا اخوان خلوا يا اخوان بس والله بطل والله وليد بطل تدري شو غبني وليد وليد قدام الفقره جاهز